أغلظ العقوبة، وده شيء طبعا يكون رادع، وكمان أدعم الإدارة العامة برجال بآليات أكتر بوسائل تكنولوجية حديثة علشان تقدروا تحققوا الهدف اللي علشانه يعني في هذه الإدارة. فخليني برضو مع حضرتك أنتقل يعني نقطة تانية. كان في كلام برضو عن التلاعب من خلال بطاقات الصرف الآلي، ده حصل في المخابز وفي بطاقات مضروبة ويعني أشياء كتيرة حصلت في المسألة دي. فأولا حجم القضايا المتعلقة بالموضوع ده وانتهت ولا لسه؟ يعني لو مش هقدر أقول عليها ظاهرة، لكن المشكلة دي هي حضرتك في بداية المنظومة كأي منظومة إلكترونية حديثة بيبقى في أنظمة بيتم التعامل معها لأول مرة من خلال مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية، وكان في بعض المتلاعبين من الموظفين باختراق هذه المنظومة والتربح من خلالها بالتعامل مع بعض أصحاب المخابز أو بعض البدالين البقالين التموينيين. وظبطنا كم كبير من هذه القضايا وتم استرجاع مبالغ تقدر بملايين. كم يا فندم؟ قول لنا رقم. لهيئة السلع التموينية يعني لحد شهر 6 اللي فات كان يقدر بحوالي 220 مليون جنيه. تمام. احنا قلنا ان الجمهورية طبعا كان تم الاستيلاء عليهم دون واجهة. قلنا شغل حضراتكم بيكون برضو معتمد بطبيعة الحال على معلومة وبلاغات. المواطن بيقدر أكيد يشتكي، عندنا طبعا جهاز حماية المستهلك شغال في المسألة دي، فهل في تعاون في تنسيق وفي اتصال في وسائل اتصال ممكن ان المواطن يبلغ حضراتكم من خلالها؟ حضرتك احنا في تنسيق كامل بيننا وبين كافة اجهزة الدولة سواء المرتبطة بوزارة التموين أو بوزارات أخرى، لأن احنا بنستعين بأجهزة فنية من وزارة الزراعة ومن وزارة الصحة ومن وزارة التجارة والصناعة في جميع مأمورياتنا. على سبيل المثال في ضبط الأغذية الفاسدة بنتعامل مع سادة مفتشي الأغذية التابعين لوزارة الصحة، لازم يكون في قوام الحملة الخاصة بينا طبيب متخصص بالنسبة للأغذية. بالنسبة للأدوية التفتيش الصيدلي طبعا برضو تابع لوزارة الصحة، الهيئة العامة للطب البيطري دي تابعة لوزارة الزراعة، وطبعا كل مأمورياتنا الخاصة بالأطعمة وباللحوم وبالأسماك وبالدواجن وبالثروة الداجنة وبمتابعة المجازر يكون فيها إشراف طبي معانا في الحملات اللي بيتم من خلالها ضبط القضايا. تمام. بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة احنا لينا دورين، دور مزدوج، يعني اصطحاب الأجهزة الفنية لفحص المنشآت الصناعية المرخصة وغير المرخصة ومتابعة الإنتاج ومستلزمات الإنتاج المتواجدة فيها، بالإضافة لمتابعة الرسائل الاستيرادية الواردة للبلاد من حيث الصلاحية ومن حيث تداولها وتخزينها وعرضها بالأسعار المناسبة من خلال التنسيق برضو والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. طيب الجزء الثاني من سؤالي بقى، المواطن يوصل لكم ازاي؟ في خطوط، في تليفونات لده؟ حضرتك لدينا خطوط ساخنة، اقول لحضرتك ارقامها وتم الاعلان عنها وبيتم الاعلان عنها يوميا على كافة القنوات. اتفضل يا فندم. 240 240 60 800 و 801 و2 و3 و4. مش طويل شويه؟ 240 60 800. انا قلت خط ساخن يعني اربع ارقام يا فندم. لا يا فندم، دي خطوط تبع احنا مكان الاداره بتاعتنا كائن في مبنى وزاره التموين. فمش عامل لكم خطوط التعامل مع الجمهور خمس خطوط. طيب يا فندم شكرا جزيلا، ونعرض الارقام برضو دلوقتي على الشاشه. شكرا سيادة اللواء محمد علي حسن وكيل الإدارة العامة لمباحث التموين، و 240 60 80 و 1 و 8 و 4 صح؟ 801 2 3 و 4 يا سيادة اللواء مش كده؟ مظبوط يا فندم، 800 طيب. و 801 802 803 804 خلاص تمام. شكرا جزيلا. على قد الخطوط يعني يا ريت يكون في تعاون ويكون في بلاغات، والاهم انه البلاغات دي تؤخذ بعين الاعتبار ويكون في متابعه ليها وتحقيق لاسباب الشكوى. شكرا جزيلا لحضرتك.